الفوز الفوز والذهب، الذهب في ذهب. هنا سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة وملاحظات التكريم والبداية بصاحبة الشوط الأول كأس الأبكار المفتوح اللي بدأ مع هذه الانطلاقة واللي فازت بها سيطرة هنا سهيل بن سعيد بالشيله العامري يتسلم هذه الكأس بمناسبة فوز سيطرة ومبروك يا العين مبروك اشكرك بالشيله سعيد بن محمد بالشيله بداية ابو محمد نهنيه واذا وابنائه اللي تسلموا الكأس الغالية بهذا الفوز هنا لحظات الاستلام المركز الثاني هنا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتسلم بندقية مشرف الذي أعلن اعتزاله في هذا اليوم أيضا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بهذا السن ما شاء الله بعد هذا الإنجاز مشكور أيضا بو زايد الشوط الثالث ذهب لفيصل بن طالب بن جريب المري مع الشاهينيه مشكور مضمر القرن تهانينا والناموس وعوده حميده بالذهب ما شاء الله وتبارك الله مع هذه اللحظات اللحظه التذكاريه الجميله التي تحمل الكل وتحمل ايضا المنافسين سهيل بن سعيد بالشيله العامري مالك سيطره وهناك ايضا مشرف محمد بن زايد بن خلفان المنصوري وايضا فيصل بن طالب بن شريم المري مع الشاهينية نهني الجميع بهذا الفوز وما شاء الله كذلك مثل ما ذكرنا مشرف يعلن اعتزاله بعد انجازه كأس المرموم للإذاع والبندقية بعد البندقية ما شاء الله اذا تواصل الجميع ينطلق على البركة شوط جديد يسير الزميل